كمل. لو عايزين تشوفوا ايه في الحلقة المتعبة دي واللي حصل فيها كملوا معانا الفيديو للاخر. الواحد جاب نهايته، ان شاء الله هيعجبكم. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسيش تعملوا شير، تعملوا لايك، توصلوا الكلام ده لرامز جلال، عشان انا بقى مركز الضوء على رامز جلال عشان هيقعد في البيت السنة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا جدعان. الحلقة النهاردة هتبقى جامدة وهنشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. موح وح يا حبيبي. لا يولع الشعر. يخرب بينك انت ما شلتش الدنيا يا راجل. احنا هنشيل الحواجب، خايف على الدقن. يوجي عذاب، هخليك تزوط. في عذاب النهارده، مفيش رياكشن، لا في طبيعي، اداء طبيعي. عايز يخوض التجربه، فقلنا نخوضها في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسناش بقى باللايكات والدعم والدعاء والحاجات الحلوه دي. يا باي. بص يا رامز يا جلال، بص يا رامز يا جلال، هقعدك في البيت السنه دي، ما تنساش بس الكلام ده. في وحوحة؟ يغدي يا زري يغدي. يا عايش يا لول، عايش يا لول. جينا بقى يا جدعان لمرحلة النفس. مفيش سخن. بس ايه ده؟ جيسس. اساسا ما بين بقى لو خدت ايه نفس. يا جدعان في موت يعني. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان. ما تنسوش تزورونا على اليوتيوب، اسم القناه جاد شو، عشان تشوفوا 30 حلقه في رمضان. يلا. اها اهدى اهو. اتحرم زعل امك. قول لامك حقك عليا يا ام. قول لامك حقك عليا. يعني انت عملنا حاجه؟ قول عايز تقول لابوك ايه؟ انا اسف اللي عملته. الجرأة ان البنت اسمها ايه؟ باخد لك حقك اهو، لو مضايقك ابعتيه. كمل. لو عايزين تشوفوا ايه في الحلقة المتعبة دي واللي حصل فيها كملوا معانا الفيديو للاخر،
الواحد جاب نهايته. ان شاء الله هيعجبكم ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تعملوا شير، تعملوا لايك، توصلوا الكلام ده لرامز جلال عشان انا بقى مركز الضوء على رامز جلال عشان هيقعد في البيت السنه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.